بسم الله الرحمن الرحيم. رح ناخذ الدرس الثاني اللي هو راسم المدنيه. نكمل هلا التجربه الثانيه اللي اجراها المدن، انه قام باجراء تلقيح ذاتي. هون تلقيح ذاتي بين افراد الجيل الاول اللي رمزنا لهم بالاف 1 اللي ظهروا معنا في التجربه الاولى التي حصل عليها، انه قام باجراء تلقيح ذاتي بين افراد الجيل الاول التي حصل عليها من التجربة الأولى، حيث كانت زي ما تتذكروا الحصة اللي قبل إنه جميع الأفراد كانت طويلة الساق غير مقية. معنى غير مقية زي ما تعلمنا إنه الأليلات غير متماثلة، هيك بترتي اسمها طويل الساق غير نقي. هلا أخذ الأفراد اللي نتجت من الجيل الأول أجرى تلقيح ذاتي بينهم، طويل الساق كان غير نقي مع طويل الساق غير نقي. حكينا انه هذا الشيء اللي الصفه النظريه بنعبر عنها بالطرق الشكليه للابوين، الطرق الشكليه للابوين طويل الساق غير نقي مع طويل الساق غير نقي، زي ما تكلمنا تلقيح ذاتي طويل مع طويل تلقيح ذاتي. هلا زي ما حكينا كمان عبرنا عن الطرق الجيني للابوين، ما انه غير نقي يعني غير متماثل بالاليلات، الاليلات الموجوده على الزوج الكروموسومي مقابله تي كلمه تي سمول غير نقية غير متماثلة مع الأب الآخر برضه طويل الساق غير نقي أي غير متماثل الأليلات، وزي ما تعلمنا الأليلات متقابلة على زوج على الزوج الكروموسومي نفسه تي كابيتال تي سمول. هلا الطرز الجيني للجاميتات، طبعا بنعرف إنه الجاميتات هي عبارة عن خلايا ون إن نتجت من انقسام معصب. عندي الزوج الكروموسومي تتقابل عليه زوج الأليلات تي كابيتال تي سمول، زوج يعني 2N انقسمت انقسام معصب أعطاني 1N، هي 1N و 1N، نسمي هذول الطرز الجينية لجامتات الأبوين. كمان الأب الآخر تي كابيتال تي سمول جامتات نتجت من انقسام معصب. أما بالنسبة للطرز الجينية للأفراد الناتجة، لاحظ المدير انه طلع عنده ثلاث ثباتات طويلة الساق، منهم تي كابيتال تي كابيتال سوري هون في عندي تي كابيتال، واحد طويل الساق نقي متماثل الأليلات مع اثنين نبات طويل الساق غير نقي، ماشي صار عندي المجموع ثلاثة طويلة الساق وواحد قصير الساق. لو عبرنا عن هذا الكلام بمربع بنات، بنلاحظ انه باستخدام مربع بنات احنا بنعرف مربع بنات كيف بنرسمه، خط افقي يتخطى مع خط عمودي. المربع اللي بيطلع معي هون بنخصصه لجاميتات الابوين، نقسمه نصين، نص اللي في الاعلى خاص بجاميتات احد الابوين، النص اللي بالاسفل قسم بالاسفل خاص بجامتات الأب الآخر. أنا عندي الجامتات الأب الأول تي كابيتال تي سمول بحطهم في الخانة هاي تي كابيتال تي سمول، جامتات الأب الثاني تي كابيتال تي سمول في الخط اللي بعد اللي مخصص لهم تي كابيتال تي سمول. تمام. هلا كل الأفراد اللي موجودين في داخل المربع هذول أفراد ناتجة نتجت من تلقيح الأبوين، جاميت 1N مع جاميت 1N، 1N مع 1N بعطيني 2N فرد جديد أو نبات جديد طويل الساق متماثل الأليلات، متماثل الأليلات تي كابيتال تي كابيتال. لاحظ الليل من النبات الأب خلينا نعمله هيك، والليل مثلا من النبات الأم خلينا نعمله هيك. لاحظ جاميتات الأب جامتات الأم، تمام؟ 1N من الأب 1N من الأم، جاميت مع جاميت بعطيني 2N فرد جديد أو نبات جديد متماثل الأليلات، أحد الأليلات من الأب والأليل الآخر من نبات الأم، 2N فرد جديد، هذا طويل الساق. لاحظ طويل الساق نقي. هلا التزوج الآخر تي سمول تي كابيتال، يعني جاميت من الأب متنحي مع جاميت من الأم أو النبات الأم سائد
بعطيني 2m طويل الساق غير نقي، غير نقي غير متماثل الاليلات، لكن الاليل السائد يخفي تاثير الاليل المتنحي، وبالتالي تظهر الصفه طويله الساق حسب مبدا السياده التامه. هلا في عندي 1n مع 1n بعطيني 2n برضه نبات جديد الصفه الطراز الشكل له طويل الساق غير نقي، في حين الطراز الجينيتيكي بدلتي سمول، والفرد الرابع او النبات الرابع جاميت من الاب مع جاميت من الام بعطيه 2n نبات قصير الساق. لاحظ الافراد الناتجه كانت ثلاثه نباتات طويله الساق، واحد اثنين ثلاث الى واحد نبات قصير الساق. هلا طبعا هاي افراد جينيه او الطرز الجينيه للافراد الناتجه، الطرز الشكليه للافراد الناتجه باستخدام مربع بنن. نلاحظ ان احتمال ظهور نباتات قصيره الساق، احتمال معنى كلمه احتمال انه في عندي حدث منافس اللي هو قصر الساق، الحدث المنافس قصر الساق على مجموع الاحداث كلها او مجموع الافراد كلها، مجموع الافراد كلها واحد اثنين ثلاثه اربع افراد او اربع نباتات، والحدث المنافس اللي هو قصر الساق واحد على اربعه اللي هي مجموع الاحداث الافراد الناتجه. اذا احتمال ظهور نباتات قصيره الساق واحد على اربعه، النسبه المئويه اللي هي ربع 25%. يعني لو انا سالني ما احتمال ظهور نباتات قصيره الساق راح اقول له واحد على اربعه، بينما لو سالني ما النسبه المئويه لظهور نباتات قصيره الساق راح احكي له 25%. اما احتمال ظهور نباتات طويله الساق، لاحظ الحدث المنافس طول الساق عندي كم واحد طويل؟ واحد اثنين ثلاثه طويل على مجموع الاحداث او مجموع الافراد الناتج اربعه، اذا ثلاثه على اربعه احتمال ظهور نباتات طويله الساق، والنسبه المئويه 75%. لو سالتني ما احتمال ظهور نباتات طويله الساق غير نقيه اي غير متماثله الاليلات، لاحظ عندي هون واحد غير نقي او غير متماثل الاليلات، وعندي واحد ثاني هون غير متماثل الاليلات. اذا الحدث المنافس طويل غير متماثل عندي اثنين على مجموع الاحداث اربعه، اثنين على اربعه، والنسبه المئويه هي عباره عن 50% نبات طويل الساق غير نقي. من هذا الكلام اللي حكيناه بنلاحظ انه النسبه المئويه للنباتات الناتجه كانت 75% نباتات طويله الساق الى 25% نباتات قصيره الساق، ماشي. وتعلمنا كمان انه الفكره اللي الثانيه انه تظهر النسبه 75% الى 25% او 3 الى 1 في الافراد الناتجه عندما يكون كلا الطرفين يحمل الصفه السائده بصوره غير نقيه، وهي ثابته في موضوع الاحتمالات في الوراثه او في احتمالات او في الدراسات الوراثيه، انه اذا كان كلا الابوين اي عند الابوين يحمل الصفه السائده بصوره غير نقيه تكون نسب الافراد الناتجه 3 الى 1 او النسبه المئويه 75% الى 25%. وكمان يعني في عندي 75% هذول اللي هم الثلاثه، الثلاثه هذول بيكون منهم اثنين سائد غير نقي وواحد سائد نقي، ثلاث او 75%، وواحد منهم بيكون اللي هي هاي الصفه المتنحيه. مجموع الافراد الناتجه بتكون تحمل الصفه السائده هي العدد الاكبر اللي هي نسبه 75% او الثلاث، في حين الصفه المتنحيه تظهر بنسبه اقل اللي هي 1 او 25%. السلام عليكم.